فكما تعاني أمة المسلمين من القرح اليوم، فقد كان هنالك أيام عانى فيها الآخرون من القرح، بينما كانت أمة المسلمين في سلامة وعافية. من خصائص هذه الأمة الموعودة بالنصر والتمكين في الأرض بعد اجتياز امتحان الخضوع للسنن الكونية كالتدافع والتداول والاستبدال أنها أمة، وإن كانت مبتلاة بالمحن والابتلاءات المختلفة، إلا أنه ومهما بلغت جروحها وأدواؤها، إلا أنه لا يمكن اقتلاع جذورها مثل غيرها من الأمم التي سبقتها أو هي معاصرة لها أو التي قد تواجهها مستقبلا، والتي تشترك في القيام على غير أساس عبادة الخالق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. غير أنه وفي المقابل أصابت هذه الهجمات المتتالية طبقات كثيرة من الشعوب الإسلامية، كما هو شأن المحن والابتلاءات بالهزيمة النفسية، وصلت حد ارتدادات كثيرة وسيادة جو شبه عام من الإحباط والقنوط، بل وحتى الشك والتشكيك في العقيدة. وهذه سنة إلهية أيضا. والقنوط سببه الجهل بسنن التاريخ التي لا تحابي أمة دون الأمم. فالأمة الإسلامية ليست الوحيدة على مسرح التاريخ، ولن تكون كذلك، وما أصابها ويصيبها ينسحب على كل الأمم. يكون التداول بينها، لكن البقاء للأنفع والأنفع للناس وليس للمؤمنين فحسب. إليكم بعض الدول الكبرى التي مرت على مسرح التاريخ وتحكمت فيها قوانين كونية عامة كالتدافع والتداول والاستبدال. أمة المسلمين من القرح اليوم، فقد كان هنالك أيام عانى فيها الآخرون من القرح، بينما كانت أمة المسلمين في سلامة وعافية. إن الذين يقنطون لم يدركوا طبيعة سنن الله في الأرض، فالله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل الأيام دولا بين الناس. قال تعالى:
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ذلك أن الوسيلة الحق في الباطل قد تنصره وأن الوسيلة الباطلة في الحق قد تهزمه ولا تكون الهزيمة بالضرورة لذات الحق ولا يكون النصر بالضرورة لذات الباطل. وإذا كانت هذه الآية المؤكدة والموصلة لهذه السنة نزلت في حادثة تاريخية بعينها إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تتحدث عن الأيام بإطلاقها وتتحدث عن الناس بعمومهم، وهو ما يؤكد المنهج القرآني في تقرير القوانين والسنن الثابتة بناء على السلوك التاريخي للإنسان بعد تجريدها من أبعادها الزمانية والمكانية لتبقى قاعدة عامة ومضطردة. وكما يكون التداول بين الدول والأمم والحضارات كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يكون التداول داخل الأمة الواحدة وداخل الدولة الواحدة وحتى داخل الجماعة الواحدة كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من هؤلاء الذين إذا تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان الفارسي وقال هذا وقومه. ومن الثمرات اليقينية لهذا الفقه بسنة التداول والاستبدال كسنة من السنن الجارية أنها ترسخ الاستماع إلى اللحظة التاريخية والإنصات إلى منطق الحتمية في العلاقة بين المقدمات والنتائج وبين الأسباب والمسببات، وأن هذا الاعتقاد فيها يزرع الأمل الحار والعائد بأن التخلف والفساد والظلم والاستبداد والهزيمة ليست قدرا لازما ولا أمرا دائما، فهنالك الأمل في اقتناص فرص التغيير والتداول وفق سننه وشروطه. وهذا ما نلمسه من التحذير القرآني القوي بعد هزيمة أحد أن تقع الهزيمة النفسية والاستسلام للأمر الواقع والتسليم باللحظة الراهنة وكأنها لحظة جامدة ودائمة. فقال تعالى عن تلك الأجواء النفسية لهزيمة أحد وهو يقاوم اليأس الذي تسرب إليها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. درس في عدم الاستسلام للحظة الهزيمة الخادعة، فما هي إلا كسب من التجربة يبنى عليها مراعاة السنن للاستمرار في العمل والتضحية والعطاء والإنجاز، لأن الانتصارات أو الانكسارات لا تأتي فجأة أو صدفة بل تخضع لفعل تراكمي وتحتكم إلى فقه سنني ثابت، وهي في أصلها عمل جماعي تشاركي، وإن كانت في صورتها النهائية إنجاز يكتبه التاريخ لقائد ملهم أو موهوب.
تعالى على هذه الأمة ألا تتعرض للاستئصال الحضاري والإفناء التاريخي، وبالتالي فهي قادرة على التداول، وأن ما يقع لها هو مجرد الوهن الحضاري كنوع من أنواع العلل والعقوبات التي تصيبها بسبب المعاصي السياسية والفكرية والاجتماعية والحضارية، وفق الحقيقة النصية في الحديث النبوي المشهور: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وعندما سئل عن سبب ذلك قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أي بروز الإنسان الاستهلاكي الغرائزي الذي لا يرى إلا حقوقه، وزوال الإنسان المضحي المنجز الذي لا يرى إلا واجباته. وهذا الوهن قابل للعلاج من أجل الاستئناف الحضاري من جديد إذا أبصرنا شروطه وتحققنا بأسبابه وانسجمنا مع سننه، لأن القابلية للنهوض كامنة ودائمة ومستمرة. هذا اليقين في تحقق سنة التداول والاستبدال مبني على الإدراك بأن للدول والحضارات أعمارا مثل أعمار الأفراد، التي قال عنها ابن خلدون في مقدمته، في أن الدولة لها أعمارا طبيعية كما للأشخاص، مصداقا لقوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأن الظلم والفساد في أي دولة أو حضارة هو السبب المباشر في سقوطها، وهو الناموس الحاكم في التداول عليها والاستبدال لها، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما